طيب، ولما سمعت عن حالة المرض أكيد كمان كانت صدمة لجوزك، صدمة للعيلة، صدمة لكل من حولك، لأنه أنت بتحكي عن عملية تغيير، كل شيء تغير في هاي اللحظة. فعلا، يعني يوم يقولوا لك أنه مش ضايل وقت طويل أنك تعيش، أنت عندك أعنف نوع سرطان، ويمكن خلال فترة بسيطة، ممكن خلال 6 أشهر أنك أنت تنتقلي، أنت تموتي. كأم طب شو بدي يصير من بعدي؟ أولادي أكتر إشي كان يحزني، إنه بدي أترك أولادي. كيف بدي يعيش زوجي من بعدي؟ طب لسه أولاد صغار، لسه ما وصلوش عمر إنهم هم يحموا حالهم، هم يكونوا يقدروا يعيشوا في الحياة. مين بده يحمي هدول الأولاد؟ لحد يمكن ما كأني كنت ألعب دور الله حقيقي، كأنه كنت شاعر إنه أنا المسيطرة، أنا اللي ماسكة زمام الأمور، لحد ما يوم كنت أعاتب الرب وأصلي وأبكي له، أقول له يا رب كيف سمحت شو بيصير من بعدي، لحد ما سمعت صوت بقول لي في قلبي ما تخديش دور الله. أصلاً أنت موجودة ولا مش موجودة، أنا اللي بدير بالي على أولادك، مش أنت اللي حامي أولادك هلأ. إن كان موجودة أو مش موجودة، أنا اللي المسيطر، أنا اللي ماسك زمام الأمر، أنا اللي مدير الدنيا، لو رحتي هدول ستيل بيضلهم أولادي.